كان هناك هدوء حذر خلال ساعات الليل ليس فقط في بيروت بل ايضا في باقي المناطق سواء في البقاع في البقاع او حتى في في الجنوب ولكن في بيروت طبعا يوم امس كان هناك يوم تصعيدي بامتياز لانه ليس فقط ضاحيه بيروت الجنوبيه هي ما استهدف بل ايضا مناطق في وسط بيروت وايضا كان هناك مناطق مثل الحدث ومحيط كنيسه سيده النجاه هذه المناطق ايضا هي مناطق مكتظه السكان والشياح ايضا هذه المناطق على مشارف الضاحيه، شهدناها بان يعني شهدنا بان تلك الاستهدافات باتت على مقربه من مناطق لا تخضع لسيطره حزب لا تخضع لسيطره حزب الله بشكل كامل على مشارف ضاحيه بيروت الجنوبيه، وايضا في بيروت سواء كان الاستهداف لمنطقه راس النبع او لمنطقه مارليس، هاتين المنطق... المنطقه هاتان المنطقتان معروفتان في بيروت بانها مناطق مختلطة تضم أكثر يعني تضم أكثر من طائفة حتى بأن مار يعني يوجد فيها عائلات من الطائفة المسيحية لذلك كان هذا الاستهداف في مناطق غير غير محسوبة فقط على يعني غير محسوبة على حزب الله وهي مناطق تعج بالمواطنين وأيضا فيها مدارس تحتوي على نازحين، طبعا استهداف بيروت وسط بيروت يوم أمس كان تصعيدي بامتياز لأنه كان هناك أيضا استهداف لمنطقتين في اليوم ذاته المرة الأولى كان قد استهدف محمد عفيف المتحدث الإعلامي باسم حزب الله وفي المرة الثانية أيضا الاستهداف كان لمحل ولطابق يملكه أحد عناصر حزب الله وبحسب آخر الأرقام التي تحدثت عنها الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني وصل عدد القتلى في مارليس إلى أربعة أي مجموع من قتل في بيروت يوم أمس وصل الى ثمان او ايضا عشرات الجرحى وايضا بين نعم. القتلى هناك عدد من الضحايا من الضحايا المدنيين، اذا هذا التصعيد الذي كان قد بدا منذ اسبوع الاسبوع الماضي بدايه الاسبوع الماضي عبر استهداف ضاحيه بيروت الجنوبيه بشكل متكرر خلال ساعات النهار عبر استهداف مناطق جديده في ضاحيه بيروت الجنوبيه مثل الشياح التي هي محسوبه على حركه امل اكثر من حزب الله، وصلنا يوم امس الى صعيد جديد نعم. كان انعكاسه اليوم باقفال المدارس خاصه وان تلك المناطق ايضا فيها عدد من المدارس ولان عدنا من جديد الى السيناريو بان الاستهدافات غير معروفه ما اذا كانت ستقتصر طيب. فقط على ضاحيه بيروت الجنوبيه او ستتخطاها الى اكثر من منطقه في بيروت طيب سنتابع معك اي تطور او جديد خلال نشراتنا المقبله حتى اللحظه شكرا جزيلا على كل هذه التفصيلات مما شارف ضاحيه بيروت الجنوبيه مراسله الحدث غنوة يتيم